والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. تستعرضها مرفت المليجي. إليك مرفت. شكرا دينا، شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة لديها هدف واضح فيما يخص قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، يتمثل في مواصلة جهود تطوير هذه الشركات حتى تسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة الوطنية من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف متابعة عدد من ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال العام. كما تناول خلال اللقاء ما يتم بشأن تنمية مهارات العاملين على مستوى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم وبحث سبل التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية بما يسهم في النهوض بالصناعة المصرية. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التجارة الإلكترونية في مصر لها فرص مستقبلية وتحديات راهنة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي بشكل عام والتجارة الإلكترونية بشكل خاص في تنمية اقتصادات الدول، فضلا عن إسهامها كعنصر جذب للاستثمارات الخارجية وأيضا كفرصة لزيادة إيرادات الدولة. وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر قد شهد إقبالاً مؤخراً من الشركات الكبرى، مضيفاً أن دخول شركات عالمية إلى السوق المصري يعطي ثقلاً ودفع للتجارة الإلكترونية لكونه يدعم المنافسة سواء بجذب العملاء أو العارضين إلى جانب توافر السلع المختلفة. عقد وزير البترول طارق الملا اجتماعا مع وفد لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بهدف تنسيق الجهود بشأن الإعداد لمشاركة قطاع البترول والغاز في يوم خفض الانبعاثات الكربونية والذي سيتم تنظيمه في قمة المناخ COP27 العالمية والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل. هذا وأكد وزير البترول أن مصر هي أول دولة تعمل على إتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز في شركاتها العالمية في مؤتمر قمة المناخ لعرض خططها الفعلية للتحسين البيئي وخفض الانبعاثات من أنشطة هذه الصناعة باستخدام أحدث التكنولوجيات. استقبل محافظ جنوب سيناء خالد فودة وفدا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، ضم منسق مؤتمر المناخ بالسفارة الأمريكية ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتكامل المناخية. وقد استعرض المحافظ عددا من المشروعات الجارية لتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة، ومنها طرق المدينة ومحطات شحن الأتوبيسات الكهربائية والممشى السياحي ورفع كفاءة محطة تحلية المياه وكذلك تنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات وذلك بضغوط مبيعية محلية وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1,400,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 686,821,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات فقد انخفض مؤشر إيجا إكس 30 الذي فتح عند 10,010 نقاط وأغلق عند 9,955 نقطة متراجعا بنسبة 55%. كما فتح مؤشر إيجا إكس 70 للشركات المتوسطة والصغيرة عند 2,198 نقطة وأغلق عند 2,188 نقطة متراجعا بنسبة 43%. التراجعات امتدت أيضا إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي فتح عند 3,140 نقطة وأغلق عند 3,122 نقطة متراجعا بنسبة 57%. نتحول إلى أسواق العملات والتي تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري.
ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 19 جنيها و43 قرشا للشراء و19 جنيها و53 قرشا للبيع، اليورو 19 جنيها و24 قرشا للشراء و19 جنيها و35 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيها و3 قروش للشراء و22 جنيها و16 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و28 قرشا للشراء و5 جنيهات و31 قرشا للبيع، في حين سجل الريال السعودي اليوم 5 جنيهات و16 قرشا للشراء و5 جنيهات و19 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1670 دولار و57 سنتا للأوقية، أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 967 جنيها، عيار 21 1127 جنيه، 24 سجل 1289 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد بلغ 9016 جنيها. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم، حيث يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي برفع كبير لأسعار الفائدة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا. وهبط المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 4%، كما تراجع المؤشر في دبي بنسبة 1.1%، وفي أبوظبي أنهى المؤشر الرئيسي التداول على تراجع بنسبة 4%، كما هبط المؤشر الرئيسي القطري بنسبة 1.4%. نهاية أخبار الاقتصاد.